أنا خلقت فلسطيني بس عشت سوري، وحاليا أنا عايش هون بالسويد بعد هالحرب والأزمة اللي صارت ببلدنا، واللي هي ما بتستاهل بلدنا إنه يصير فيها هيك، ولا شعبه بيستاهل. سوريا هي فتحت بوابها سنة 48 للشعب الفلسطيني، وسوريا هي اللي فتحت بوابها سنة 82 للبنانيين، وسنة 93 للعراقيين، وكل مين بتهجر من بلد سوريا فاتح بلاده. سوريا أي مواطن في العالم بده يفوت عليها ما بده فيزا، ما فيها فيزا لكل إنسان بالعالم، مين ما كان ومنين ما كان ومن أي ملة ومن أي دين ومن أي عشيرة ومن أي ما بترد حدا. هاي سوريا اللي كتير 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 ناس ما بيعرفها ولا رح يعرفها. إذا ما راح على سوريا وما عاش بسوريا ما بيعرف شو هي سوريا.